تمام، فاحنا كده عملنا description للسيركت دي. بعد كده بقى عايزين نحسب ال output frequency. حلو، فعشان نحسب ال output frequency هنعمل زي ما كنا عملنا في السؤال اللي قبله، ان احنا نجيب ال T1 وال T2 ونعملهم plus بعض وهكذا. حلو، مؤاخذة، فخلينا نرسم كده ال output waveform بتاعتنا. دي ال V1 ودي ال V out، دي لما تبقى VCC هبقى أنا قاعد بزيد، خلينا نشوف برضو أني سلوب اللي هيبقى أعلى. هنا ال 2 سلوبس إيكوال لبعض، فأنا هفضل أعلى لحد ما نوصل ل في اوت ماكس او في تي اتش، ساعتها اقوم نازل لماينس في سي سي وافضل ماشي لحد ما اوصل ل نيجاتيف في تي ال، او لا مش نيجاتيف، ل في تي ال. في الفترة دي كانت ال في اون بنيجاتيف في سي سي، وهرجع ال operation تتعاد تاني. اوكي، فانا هي دي ال frequency اللي انا عايز احسبها، او هي دي ال يعني ال period اللي انا محتاجها. فعندي هنا تي وان وهنا تي تو، او يعني لا بلاش نحسب دي عشان دي مش كاملة تعتبر، هنسمي دي تي وان وهنعمل نزيد هنا لحد ما نوصل تاني ل في تي اتش. فدي ال T2 بتاعتنا. اوكي، ف هتبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى VTH minus VTL over T1 equals او سوري VTL minus VTH over T1 equals ايه؟ ال negative slope ده اللي هو negative 2 VCC على 2 على CR3، نيجاتيف 2 في سي سي على سي ار 3. تمام، فال تي 1 هتبقى ايكوالز سي ار 3 مضروبه في تي ال ماينس في تي اتش اوفر 2 في سي سي، والنيجاتيف دي هندخلها جوه على طول VTH minus VTL. تمام، فدي كانت T1، وزي ما احنا لسه بنقول ان ال T1 هي هتبقى equals ال T2 عشان الاتنين ليهم نفس السلوب. فبما اني حسبت T1 فالفريكونسي عبارة عن 1 over 2 T1، او البيريد بتاعتي كده equals 2 T1 فالفريكونسي equals 1 over 2 T1. وهو مديني values ايه بقى؟ مديني ال VCC ومديني ال C وال R3 وال R1 وال R2. فانا كده معايا ال C وال R3 وال VCC، VTH و VTL دول احنا حسبناهم فين؟ في الاخر هما relation في ال VCC و R1 و R1 plus R2. فانا كده برضو هبقى حسبت ال VTH و ال VTL فجبت ال frequency. وكان في requirement تانية peak to peak voltage of the waveform اللي هو ال VTH و ال VTL اللي احنا نعتبر هنبقى حسبناهم من هنا. يعني احنا معانا ال VCC ومعانا R1 و R2، هنحسب دول. احنا اصلا عشان كنا نحسب ال frequency محتاجين نحسب دول، فلما نحسب دول هيطلعوا لنا ان هما كانوا غالبا الحل كان مطلعهم ب 15 على ما اتذكر. هو اعتقد كان حلها already، لا ما كانش حلها، ماشي، هو قال ان ال VCC اهي ب 7.5 وال VTL ب negative 7.5. فال peak to peak كده هو ال VTH minus ال VTL اللي هي ب 15. تمام،
فكده برضو نمبر 2 خلص. تمام، بالنسبة بقى لبروبلم 3، بروبلم 3 ده بيقول لي انها مونو ستيبل سيركت. فخلينا الاول نقول بسرعة معنى مونو ستيبل ايه. معنى مونو ستيبل انها سيركت ليها 1 ستيبل ستيت، واحنا ممكن ان احنا نلعب في السيركت فنخليها تبعد عن الستدي الستيبل ستيت بتاعتها دي، بس هي لوحدها هترجع لها تاني. يعني هي مهما لعبنا في السيركت، السيركت هتعك لحظيا وترجع تساتل على الستيبل ستيت بتاعتها تاني. اوكي، فخلينا نرسم، ناخد الاول الحتة دي بس كوبي. ماشي، فخلينا الاول نقول ايه هي هتبقى الستيبل ستيت بتاعتها. تمام، فالستيبل ستيت بتاعتها هتبقى عندها السيهات دول اوبن سيركت ستيبل، فيعني مفيش اي حاجه بتتغير في السيركت، فالسيهات دي لازم هتبقى باوبن سيركت، هتبقى يا اما شحنت على الاخر يا اما فرغت على الاخر، فقلبت اوبن سيركت في الحالتين. اوكي، حلو. فانا لو خلينا بقى نرسم، عشان الموضوع ده يحتاج ان انا ارسم كل حاجة. دي هنقول ان هي دي ال VT اللي هي دي، ودي هنقول ان دي ال VNEG، وبعد كده نحط ال V positive. خلينا نرسمها تحت سنة. V positive، وآخر حاجة ال V out. اوكي، فأنا لو الكاباستر ده كان open circuit بخلي يبقى VT، ببقى بتعامل معاها بزيرو. ال VT ده triggering pulse، فهي بتبدأ يا زيرو، بقوم مديلها V pulse يعني، فهي الأول بادئة بزيرو. تمام، وساعتها هتبقى ال V نج بكام؟ بما ان دي open circuit فهتبقى ال V نج بنيجاتيف V ref. اوكي، فهتبقى دي V plus، هتبقى دي كام؟ نيجاتيف V ref. تمام، حلو. فانا ال V نج بنيجاتيف V ref، ال V positive هتبقى بكام؟ ده open circuit فهيبقى ال V positive بزيرو، ده هيفضل ماشي بزيرو، وده هيمشي بنيجاتيف في رف. اوكي، وبما ان الفي نك بنيجاتيف في رف والفي بوزيتيف بزيرو، يبقى الفي بوزيتيف اكبر من الفي نيجاتيف، فالفي اوت بفي سي سي، فالفي اوت بفي سي سي. تمام، الكلام ده هيحصل لحد ما احط تريجرنج بولس على الفي تي، فهنرفع الفي تي كده بستيب في بي. حلو، تمام. بما اني رفعت ال step دي ب VP، ف initially ال VNEG هتتنقل عليها ال step ال VP دي كلها. ليه هتتنقل عليها ال step دي؟ عشان دي بتبقى frequency عالية جدا، وانا ال capacitance او ال impedance بتاع ال capacitor انا عارف ان هو equals ايه؟ equals negative J على omega C. حلو، فال step دي بتبقى frequency بتاعتها عالية جدا، فانا كده بقسم على frequency عالية جدا قرب ال infinity، فساعتها زد سي هتبقى تقريبا بزيرو. فكأن الحركة اللي حصلت هنا هتبان دايركتلي في البوينت دي. اوكي، فالنيجاتيف في رف هتقوم تترفع، النيجاتيف في رف هتقوم تترفع ل في بي، في الاخر هتترفع بفرق الستاب دي اللي هي في بي ماينس زيرو، فهتترفع ب VP، هتبقى توصل انها تبقى VP minus VREF. اوكي، تمام. ولما ال VP minus V، يعني دي دلوقتي بقت رقم positive،
فبقى اكبر من في بو... بقى اكبر من في بلس. فساعتها الاقي ان الفي اوت بدل ما كان في سي سي هينزل يبقى نيجاتيف في سي سي. تمام، فيبقى ده نيجاتيف في سي سي. وبما ان انا كده يعني يعتبر برضو الفي اوت حصل عليها ستيب، يعني الفي اوت كانت بفي سي سي فجأة نزلت بنيجاتيف في سي سي، فكأن في فولتج تشينج حصل هنا بنيجاتيف 2 في سي سي، عشان انا اتحركت من في سي سي لنيجاتيف 2 في لنيجاتيف في سي سي، ففي كده دلتا نيجاتيف 2 في سي سي حصلت هنا، فبرضو الستيب دي هتتشفت كلها هنا، فالاوتبوت الفي بلس بدل ما كانت بزيرو هتنزل لتحت تبقى بنيجاتيف 2 في سي سي. تمام، ف بعد ما وصلت للبوينت دي ايه بقى اللي هيحصل عندي؟ احنا دلوقتي هنقول انه ال في نج هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال في تي بلس ال في سي. بما اني بقول بلس فانا اعتبرت كده ان ال كاباسيتنس ال يعني بلس في سي معمولة بالشكل ده، او يعني ال في سي بتاعته محطوطة بالشكل ده، فكده كأني بعتبر ايه انه الكاباستر او يعني خلينا يعني انا هقول ان هو الفي سي بقى بالشكل ده. حلو، تمام. فانا بما ان الفي ناج بتاعتي بقت برقم بوزيتيف، بقت بفي بي، النقطة دي كده بقت بفي بي ماينس في رف، فهي اكبر من الفي من النيجاتيف في رف، فانا كده في كارنت ماشي عندي لتحت، وبالتالي في كارنت ماشي عندي كده. اوكي، فبما ان في كارنت ماشي كده يبقى الكاباسيتر بيفرغ. حلو، بما ان الكاباسيتر بيفرغ يبقى الفي سي دي بتقل، فالفي نج دي بتقل. اوكي، لو كنا حطينا ال 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 يعني التيرمينالز دي بالعكس، قلنا ان البلس هنا والماينس هنا. حلو، فكنا نقول ان ال V minus equals V T minus V C، وكنا هنقول ان انا لما الكارنت يبقى ماشي لتحت فهو ماشي من الشمال لليمين يبقى الكاباستر بيشحن، فال V C دي هتبقى بتزيد، بس بما انها بتزيد وهي مضروبة في رقم في negative sign يعني، فكال V minus still بيقل. اوكي، وهيقل ازاي بقى؟ بما ان انا يعني هنا بقى عندي R C circuit، فانا عندي بيقل بشكل exponential، يعني بيبقى اللي هو بقى يعني بفكرة ال time constant. اوكي، فهلاقي ان ال V نج بقى قاعد بيقل بالشكل ده. تمام، ف هيفضل يقل لحد ما يعوز ان هو يوصل انه ان يرجع للستادي ستيت تاني، انه يبقى ال اسمه ايه ده ال V نج تبقى equals negative V ref. اوكي، فبس يعني خلينا نقول ان هو دلوقتي هيقعد يقل بشكل اكسبوننشال كده، وفي نفس الوقت برضو ال V positive دي برضو نفس الكلام، يعني برضو هقول ان انا بما ان دي بقت بنيجاتيف 2 في سي سي، فكده في كارنت ماشي لفوق، ففي كارنت ماشي كده. اوكي، وبرضو لو هقول انه لو دي لحظة كده هنقول انه لو دي بلس ماينس في سي، فايه كده اللي هيحصل؟ لحظة كده، أنا عندي هنا كده النقطة دي اللي هي V plus عبارة عن إيه؟ عبارة عن V out، لو حطيتها بالشكل ده كده هتبقى V out plus V C. حلو، و V C plus V out. تمام، فانا لو حطيتها بالشكل ده يبقى انا
والكارنت انا بقول ان هو لازم يمشي كده، يعني النقطه دي بنيجاتيف، نيجاتيف 2 في سي سي، فالكارنت لازم يمشي من تحت لفوق، فهيمشي من الشمال لليمين. فانا كده بقول ان الفي سي ده الكاباسنس ده بيشحن، فالفولتج بتاعه بيزيد، فالفي بلس في الاخر هتبقى قاعده بتزيد. حلو، فهتفضل تزيد. اوكي، بس خلينا نعملها بالشكل ده. اوكي، فبرضه بتزيد بشكل اكسبوننشال يعني. تمام، وفي الاخر هي عايزه تزيد لحد ما توصل للزيرو. تمام، حلو. اوكي، برضو عشان لو حد يعني جات في باله، لو انا كنت حاطط انه عايز احط التيرمينالز كده، فكانت هتبقى دي ال V plus عبارة عن V out minus V C، وال V C كان كده هيبقى بيفرغ، فهيبقى بيقل، ف still ال V plus قاعد بيزيد. حلو، فانا هاجي في بوينت معينة هقفل ال triggering pulse دي. اوكي، ف once ان انا قفلتها رجعتها لزيرو، السيركت دي بعد ما وصلت ل في، يعني بعد ما هتبقى وصلت لبوينت معينة، هتنزل بستيب في بي، فهنزل بستيب هنا. اوكي، الستيب دي يعني النقطة دي هتبقى اقل من دي، عشان انا وصلت لهنا ان انا كنت في نقطة اقل من في بي ماينس في رف، فهعمل النقطة اللي اقل من في بي ماينس في رف ماينس في بي، فيبقى برقم اصغر من الفي، من النيجاتيف في رف. اوكي، فهوصل هنا، و لما هوصل هنا هقعد يعني هترجع دي هتعوز انها برضو ترجع تحاول انها تساتل انها توصل للنيجاتيف في رف. اوكي، فهتوصل هتقعد تزيد لحد ما توصل للنيجاتيف في رف وتثبت عليه. اوكي، ودي يعني لما عملت الستاب دي، انا كده المفروض ان انا طول ما انا لسه ال في نج لسه اكبر من ال في بلس، يبقى انا ستيل ال في اوت لسه بنيجاتيف 2 في، بنيجاتيف في سي زي ما هو، فال في بلس مش هتتاثر بحاجه. اوكي، الكلام ده كله تحت اسامبشنز معينه، هي دي اللي السؤال طالبها ونحلها، بس خلينا نمشي على الاسامبشنز دي ونشوف الكلام ده نتاكد ان هو فاليد ازاي يعني. اوكي، فهيفضل ال V بلس ده يقعد يشحن لحد ما يوصل، بس انا بقول من دلوقتي انا عايزه يشحن ببطء وعايزه يزيد ببطء، وهنبين دي ليه، لحد ما يوصل. هو ده كان المفروض ان هو عايز يوصل في الاخر لزيرو، يعني هو المفروض ان هو عايز يوصل للستادي ستيت بتاعته اللي هي كانت بزيرو اللي احنا بادئين منها، بس هو هيلاقي انه اول ما انا هوصل للنيجاتيف في رف اللي هي هتبقى ساعتها ايكوال للفي ماينس، هلاقي ان انا اول ما اوصل لها واعديها بسنة هلاقي انه ال V out، يعني اول ما اوصل لهنا هلاقي ان ال V out قلب تاني، حصل له توجلينج، وصل ل VCC تاني. اوكي، فلما لما ال V out حصل له توجلنج من نيجاتيف في سي سي لفي سي سي، فانا كده زدت ب 2 في سي سي، فهرجع اعمل الحته دي بلس 2 في سي سي، هتبقى النقطه دي عباره عن ايه، 2 في سي سي ماينس في رف. اوكي، وهرجع هرجع اقل تاني لحد ما يوصل للستادي ستيت بتاعه ان هو يبقى بزيرو. اوكي، تمام، الكلام ده بقى كله تحت assumptions معينة، فهنشوف يعني ايه الأسئلة اللي هو طالبها وهنعرف ايه الأسامبشنز اللي احنا عارفينها. بيسأله أول حاجة minimum input triggering pulse VT، فيقصد ايه بال minimum input triggering pulse؟ عايز ال minimum value بتاع ال VP، فأنا ال minimum value بتاع ال VP هحسبه على أساس ايه؟ على أساس إن أنا في assumption هنا أنا عملتها إن أنا لما حطيت ال VP عليت عن الزيرو، او الفي ناج عليت عن الزيرو، فالحوار ده كله اللي تحت حصل، فانا ايش ضمني ان انا الفي بي هتعليني عن الزيرو؟ فدي كده اول كونديشن لازم احطها، ان انا عشان اضمن ان انا الفي بي هتعليني عن الزيرو، فلازم اضمن ان في بي
ماينس في ريف هتبقى اكبر من الزيرو، فلازم اضمن ان في بي هتبقى اكبر من في ريف. تمام، فدي المينيمم كونديشن. خلينا نكتب الكلام ده تحت عشان ما نلخبطش الدنيا اكتر. هقول ان في بي ماينس في ريف انا محتاجها تبقى اكبر من زيرو عشان الكلام ده كله يحصل، ف في بي لازم تبقى اكبر من في ريف. اوكي، فده كده الكونديشن بتاعت التريجرنج بولس. تمام، بعد كده بيقول لي هات الكونديشن اون R1 وC1 فور بروبر اوف اوبريشن اوف ذا سيركت. حلو، فتعالوا نفكر ايه اللي يقصده. R1 وC1 دول اللي بيتحكموا في الحركة دي اللي هي الشحن بتاع، او يعني ان انا ارجع الفي نج للستادي ستيت بتاعتها. اوكي، ف احنا في الاسامبشن اللي احنا عملناه قلنا ان الكلام ده كله هيحصل قبل ما الفي بلس توصل للنيجاتيف في رف. اوكي، فناخد بالنا انه الفي نج بتشحن او يعني شغاله بتايم كونستنت ار 1، يعني دي بالنسبه للفي نج شغاله بتايم كونستنت ار 1 سي 1، والفي بلس شغاله بتايم كونستنت ار سي. اوكي، فانا عشان اضمن ان الكلام ده هو اللي هيحصل، انا في الاخر يعني ليه برضو عايز اضمن ان الكلام ده هو اللي، يعني خلينا نقولها واحده واحده. انا حطيت اسامبشن وانا شغال ان انا الفي نج هيوصل لفي رف اسرع من ما الفي بلس هيوصل لفي للنيجاتيف في رف. اوكي، فمعنى كده ان انا قلت انه ار 1 سي 1 لازم هتبقى اصغر بكتير من ار سي. فلو ده حصل، لو الكونديشن دي حصلت، يبقى انا فعلا ضمنت انه انا هوصل لل، يعني هوصل للستادي ستيت بتاعي بالنسبه للفي نج اسرع من الفي بلس ما هيوصل للزيرو، او من الفي بلس ما هيوصل للنيجاتيف في رف. اوكي، طب انا ليه اصلا عايز احسب ده، او ليه عايز اعمل كده؟ عشان لما هاجي احسب البولس ويدث اللي انا احنا نحسبه في الـ يعني في الريكويرمنت اللي جاي، هبقى بساوي البولس ويدث بفي ريف معين، او يعني بفاليو معين، بدل ما كنت هبقى بساوي تو اكسبوننشلز مع بعض، وكنت هبقى بصعب على نفسي الحل، او كنت هبقى كده البيريد دي اللي احنا نحسبها في الريكويرمنت اللي جاي بقيت خليتها بريدكتبل، بان انا عارف ان انا ان هي بتوصل لما الفي بلس يوصل للنيجاتيف في ريف وبيبقى ده سيتلد اوريدي. اوكي، فدي الكونديشن على ال R1 C1 for proper operation of the circuit. تمام، بعد كده عايز زي ما كنت لسه بقول هنحسب البولس ويدث. فالبولس ويدث ده يتحسب ازاي؟ هو في الاخر هيبقى ايكو، هيبقى عبارة عن ايه؟ المفروض ان انا وصلت هنا لنيجاتيف 2 في سي سي وقاعد بشحن، فانا ده كده يعني كاباسيتر بيشحن في ار سي سيركت، فبيبقى شغال بالايكويشن اللي هي دي اللي هي في اوف تي ايكوالز في فاينل ماينس في فاينل ماينس في انيشال في اي باور نيجاتيف تي على تاو، والتاو هنا ايكوالز الار في السي. الكلام ده بالنسبه للفي بلس. فالفي فاينل اللي انا كنت عايز اوصل لها هنا كانت ايه؟ كانت الزيرو. اوكي، الكلام ده كان هيبقى ايكوال 0 ماينس 0 ماينس ال V initial اللي هي ال 2 VCC ماينس 2 VCC في E power negative T over RC. اوكي، فالكلام ده كله هيحصل، او يعني ال period دي هتحصل ال capital T دي، لو اعتبرت ان انا كده بدأت عند time T ب 0، ال capital T دي هتحصل عند لما يبقى ال V of T أو ال V plus هتبقى equals negative V ref. أوكي، فالكلام ده هيحصل لما يبقى الكلام ده equals negative V ref، وهتبقى كده دي negative capital T. أوكي، فهاجي أحل السيركت هلاقي إن كده negative V ref equals 2 VCC في E power negative T over RC، فكده هتبقى e power negative t على rc equals negative v ref
over 2 VCC فهاخد ln الطرفين هتبقى دي negative T equals RC في ln الكلام ده فا وال T هتبقى equals negative الكلام ده لحظة كده لحظة كده بص على الحل عشان شاكك ان انا في حاجة غلطت فيها power negative t over tau equals v ref over 2 vcc ماشي معلش انا استوعبت الغلطة اللي انا عملتها ان انا مفروض انا كنت بقول v final minus v initial وال v initial هنا هي نفسها ب negative 2 vcc اوكي فكانت هتبقى دي نيجاتيف في نيجاتيف يروحوا مع بعض وبره في نيجاتيف فكانت النيجاتيف اللي بره دي هتفضل معايا فكان هيبقى هنا في نيجاتيف 2 في سي سي فالنيجاتيف اللي تحت دي كانت تروح مع النيجاتيف اللي فوق وفي الاخر النيجاتيف دي هتقلبها تقلب اللي جوه اللان هتبقى في الاخر الكابيتال تي عباره عن اي ار سي لان 2 في سي سي على في رف تمام فده البولس ويدث بتاعي اوكي زي ما بقول لكم انا لو كنت بقى لو ما كنتش محقق الكونديشن دي كنت هيبقى في الاخر عندي ايه انه يعني كنت هبقى بقول دلوقتي مش هقدر بقى بقول ان انا بشوف البيريد لحد او بشوف البولت او بشوف التايم اللي اوصل فيه النيجاتيف في رف لا انا كنت ساعتها ممكن هيبقى ده بيتحرك هو كمان ببطء فما كانش هيستطلع في رف فما كنتش اقول ان الفي رف هي النقطه اللي هيحصل عندها توجرنج تاني لا كنت هقول ان انا ساعتها لازم اساوي الاكسبوننشال اللي بيحصل هنا بالاكسبوننشال اللي بيحصل هنا وهيبقى الحل كبير ومش بريدكتبل اوكي فده كده البيريد بتاعتي بعد كده بيقول the minimum duration between triggering pulses اوكي فانا عايز اعرف ايه المينيمم ديوريشن قبل ما ارجع احط بولس تاني بالشكل ده تمام فالمينيمم ديوريشن هتبقى عبارة عن ايه؟ لازم ابدأ هنا هتبقى equals ال period دي plus الحتة اللي هنا انا في الاخر عايز ارجع يعني عايز استنى ان ال circuit ترجع لل steady state بتاعتها او لل stable state بتاعتها قبل ما احط في pulse جديدة اوكي؟ فال time duration دي هنسميها tx مثلا هتكون equals ايه؟ ال capital T بتاعتي plus الوقت اللي هياخده ال v plus ان هو يرجع يوصل للزيرو اوكي فعشان يوصل للزيرو بما انه ار سي سيركت فهو احنا عارفين ان هو هيوصل عند انفينيتي يعني هيوصل للزيرو فولتج ات تايم ايكوالز انفينيتي فمش هقدر ان انا اتعامل بالموضوع ده فبحطها انها بالخمسة تاو يعني احنا عارفين ان انا لما بكون التايم وصل لخمسة تاو بيبقى ساعتها وصل ل 99% او 99.9% من الفاينل فاليو بتاعه حاجه كده فده يعني اكسبتبل اوكي والتاو دي اللي هي في الاخر الار سي بتاعه الفي بلس اوكي فده كده اخر ريكويرمنت في السؤال ده طيب السؤال الرابع مديني السيركت دي بيقول لي انها مونو ستيبل سيركت حلو بيقول لي انها بتشتغل بالثلاث خمسات اي سي فعنده شوية مطالب عايزها يعني عايز المينيمم انبوت تريجرينج بولس زي السؤال اللي فات والكونديشن اون ذا بولس ويدث فور بروبر اوبريشن والبولس ويدث نفسه والمينيمم ديوريشن بتوين تريجرينج بولس اللي هو نفس الريكويرمنت بتاعت السؤال اللي فات يعني بس على سيركت مختلف اوكي فخلينا الاول ناخد المنظر ده كده على بعضه كوبي بيست
اعتقد كده الخط هيبقى تمام. اه كده كويس الخط ماشي. فخلينا بس ناخد دي على جنب سنة كده ماشي. فدي كده زي ما بنقول دي مونو ستيبل، دي مونو ستيبل سيركت، فمعنى كده انها ليها ستيبل ستيت معينه. حلو، فاحنا عايزين نعرف ايه الستيبل ستيت دي. فخلينا برضو نرسم كل الحاجات. اول واحدة هتبقى ال V trigger ال VT، وبعد كده عندنا ال في عندنا ال V threshold ال VTH، وال V threshold دي زي ما انتم شايفين ان هتبقى هي equal ال VC ال voltage على الكاباستر. تمام، وعندي عندي ايه كمان، عندي الفي اوت ما فيهاش حاجه كمان. تمام، فخلونا نفكر كده. بما ان ده اس ار لاتش، فانا هنأسيوم يعني ده ممكن الكيو دي تطلع لي لوجيك 0 او لوجيك 1، فهنأسيوم انها تطلع لي لوجيك 0. اوكي، فلو هي مطلع لي لوجيك 0 يبقى ال فالكيو دي هتبقى بزيرو، الكيو بار هتبقى بون. بما ان الكيو بار بون يبقى الترانزستور ده هيتفتح، هو دلوقتي ده شغال كسويتش يعني، فهيتفتح فالكاباستر هيدسشارج في السويتش ده تو جراوند. هو كان مكتوب هو انه بيدسشارج يعني اللاين ده انه بيدسشارج، فلما ده يدسشارج النقطة دي ال في سي هتوصل لزيرو. اوكي، فهيبقى الاوتبوت ده هيبقى بزيرو او بلوجيك زيرو يعني. انا هحطه بين دبل كوتيشنز عشان يبقى واضح ان انا قصدي لوجيك زيرو، عشان ده يعني ده هيبقى بيحاول ينزل تو جراوند. فخلينا برضو عشان نسيت اقول الحته دي، المنظر ده كريزيستيف لادر. ف بما ان ده ريزيستيف لادر وكلهم ريزيستنسز ار 1، فانا هعمل فولتج ديفايدر على واحد واحد. انا كده عندي بالنسبه لده الفولتج في تي ال ده هيبقى عباره عن ايه، عباره عن في سي سي مضروب في ار 1 اوفر ار 1 بلس ار 1 بلس ار 1. فكاني بقول في سي سي مضروب في ار 1 اوفر 3 ار 1، اللي هو من الاخر هيبقى الفولتج ده كده ب في سي سي اوفر 3 زي ما مكتوب. والنود اللي فوقه دي هتبقى الفي تي اتش هتبقى بكام، في سي سي مضروب في 2 ار 1 اوفر 2 ار 1 بلس ار 1 اللي هي برضه 2 في سي سي اوفر 3 زي ما مكتوبه كده. اوكي، ف انا هبقى كده بقل عن ال 2 في سي سي اوفر 3 1 لما بديسشارج، فالاوتبوت ده هيبقى بزيرو. حلو، فكده الار دخلها زيرو. عشان اتاكد ان هو ستادي ستيت لازم السيتنج بتاعه اللاتش ده عشان الاوتبوت يبقى يحصل له نو تشينج ان تبقى الاس هي كمان بزيرو. اوكي، فعشان تبقى الاس بزيرو لازم اضمن انه ال في تريجر تبقى اكبر من في سي سي اوفر 3. اوكي، فهنقول مثلا انه ال في تريجر هنحطها مثلا ب في سي سي. اوكي، فانا طول ما انا حطيتها ب في سي سي يبقى انا كده ضامن انه النيجاتيف اكبر من البوزيتيف، فالاوتبوت ده بزيرو. ف فايه ان التو اوتبوتس دول كده يعني سوري، طالما انا حاطط ضامن ان الاوتبوت ده هيطلع لي زيرو والاوتبوت ده مطلع لي زيرو، فده كده هيحصل لي نو تشينج. حلو، طب افرض احنا كنا يعني حد فكر انه لا انا حاسس انه الستيبل ستيت عند لوجيك 1 عند الاوتبوت بلوجيك 1. اوكي، فلو الاوتبوت بلوجيك 1 يبقى ده بلوجيك 0. حلو، ولو ال W logic 0 يبقى الترانزستور ده مقفول، فالكاباستر هيقعد يشحن لحد ما الثراشل ده، هو عايز يشحن الكاباستر لحد ما يوصل ل VCC، فالثراشل ده هيجي في بوينت هيعدي ال 2 VCC over 3. فال R دي او الاوتبوت ده بدل ما كان يعني بدل ما كان بلوجيك 0 هيوصل في بوينت انه هيبقى بلوجيك 1، فال R هيبقى توجلد، او يعني ال R هيبقى بدل ما كان داخل عليه 0 هيبقى داخل عليها 1، ف
فالاوتبوت هيحصل له ريسيت، فبدل ما كان ب1 هيبقى ب0، هيرجع ب0. الكلام ده كله وانا بادي ان انا بقول ان انا الاوتبوت كان ب1، فبما انه كان ب1 ورجع ل0 وتحول ل0، يبقى ال1 دي ما كانتش هي دي الستيبل ستيت بتاعتي. اوكي، هي ال0 هي الستيبل ستيت. تمام. تمام. حتة ان انا بقول ان ال V trigger ده هحطه في VCC عشان اضمن ال stable state، هي دي في حد ذاتها assumption، عشان انا ممكن احطه بأي value تاني، بس المهم ان هو يبقى اكبر من VCC over 3. اوكي، فانا بس I assumed ان انا اخليه في VCC. اوكي، فدي assumption. حلو. طيب افرض انا عملت triggering ليه. اوكي، فلو انا عملت تريجرنج، انا في الاخر كون انا عملت تريجرنج، او يعني كون انا هحطه في ستيت يعني مش المونو ستيبل، فالاوتبوت ده انا عايزه يقلب 1 بدل ما كان 0، فمن الاخر عايز اخلي احط على السيت انبوت 1، فالفي تريجر هقلله بحيث ان هو يبقى اقل من في سي اوفر 3. اوكي، فهقلله بالشكل ده هيوصل لفي سي سي ماينس في بيك. اوكي، هحط عليه نيجاتيف بولس، يعني معنى صح، فالنيجاتيف بولس هتنزله بالستيب اللي هي الفي بي. ف طول ما انا ضامن ان في سي سي ماينس في بي دي اصغر من في سي سي اوفر 3، ساعتها الاوتبوت ده هيقلب ان هو يبقى بلوجيك 1. تمام. فلو الاوتبوت ده بلوجيك 1، ال في اوت هيبقى ب1. خلينا احنا كنا راسمين انه الفي اوت كان بزيرو، او يعني هنقول هنا ان اللوجيك زيرو اللي هي النيجاتيف في سي سي، وبرضو ما كتبناش الفي ثراشولد، احنا كنا قايلين انها طول ما انا ديسشارجت فانا بزيرو. اوكي، نبقى ناخد خط كده. وانس ان انا خدت الستاب، بقت الفي سي سي بقت ال V out هتبقى equals VCC أو logic 1. تمام. ولما ال VCC بقت equals 1، ال Q bar سوري لما ال V out بقت equals 1، ال Q bar بقت ب logic 0. فلما دي بقت ب logic 0، ال transistor ده هيطفي، فالكاباستر هيبدأ يشحن، هيشحن عايز يوصل للفي سي سي، بس هو مش هيوصل لها يعني، بس هو هيقعد يشحن بالشكل ده. الفي سي هتقعد تزيد، والفي فال يعني، وبما ان احنا بنقول الفي سي ايكوالز في ثراشل، فالفي ثراشل ده هتقعد تزيد، فكده هقعد اشحن بشكل اكسبوننشال، بما ان الكاباستر كونكتد للريزيستنس، فانا عندي ار سي سيركت. اوكي، فهقعد اشحن لحد ما اوصل لايه، لحد ما اوصل انه تكون الفي ثراشولد ايكوالز، خلينا نرسم دي فوق سنه، في سي سي في سي ايكوالز في ثراشولد، هقعد اشحن لحد ما الفي سي او الفي ثراشولد تكون ايكوالز تو في سي اوفر 3. اوكي، ساعتها اول ما ده هيحصل الريسيت هيبقى داخل عليه 1 بدل ما كان داخل عليه ب0. اوكي، ف فايه في برضو بوينت لازم، يعني دي حاجة لازم تبقى متحققة عشان السيركت تبقى الاوبريشن بتاعتها مظبوطة. انا الكلام ده كله بشرحه بس، واحنا لما نيجي بقى نبص في الحل او هو الريكويرمنتس ايه، هنرجع نعيد على الريكويرمنتس. يعني ان بما ان ده اس ار لاتش، انا المفروض ما يبقاش عندي داخلي 1 1، فانا المفروض ان انا اضمن انه البولز دي هتطلع تاني، هترجع تاني في سي سي قبل ما ال V threshold يوصل ل 2 VCC over 3، عشان اضمن ان دي هترجع تاني بزيرو. اوكي، فلما ضمنت ان دي رجعت بزيرو، رفعت دي فضمنت ان دي رجعت بزيرو،
ساعتها بقى هقول انه لما ال في سي توصل ل في ثراش، لما ال في سي او ال في ثراش توصل ل 2 في سي اوفر 3، فكده هيبقى ال output بتاع ال comparator ده ب 1، فهبقى عملت reset وال output هيرجع لي تاني ب 0. اوكي، اللي هي هنيجي مثلا نحط انها هنا، عند ال point دي ال output هيرجع logic 0 ل negative VCC. تمام، ولما دي ترجع negative VCC دي هترجع تاني ب 1، او يعني negative VCC اللي هي logic 0 فدي هترجع تاني ب 1، فال transistor ده هيرجع يفتح تاني والكاباستر هي discharge. ف ideally يعني هو شايف شورت سيركت، المفروض الترانزستور ده يعني ايديلي الريزيستنس بتاعه زيرو، فانا الكاباسيتر ده هيفرغ في نو تايم. بس في الحقيقه الترانزستور ده ليه ريزيستنس يعني بتاع السويتش، او بما انه شغال كسويتش فهو ليه ار سويتش رقم صغير جدا، فهلاقي ان الكاباستر او الفي سي هترجع لزيرو في وقت قليل جدا. اوكي، بس مش في نو تايم بالظبط يعني. اوكي، فتمام احنا كده رجعنا خلاص تاني للستيبل ستيت بتاعتي. اوكي، خلينا بقى نشوف الريكويرمنتس اللي كان طالبها. اول حاجة عايز المينيمم انبوت تريجرنج بولس في تي. اوكي، فانا كنت من شوية بقول ان انا لما هنزل ال في يعني لما انزل في تي بفي بولس معين، انا عايز ابقى ضمنت ان البولس ده هيخليني اصغر من في سي سي اوفر 3 عشان الاوتبوت ده يطلع 1 بدل ما كان بيطلع 0. فانا عايز اضمن انه في سي سي اوفر 3 هيبقى اكبر من في سي سي ماينس في بولس. اوكي، تمام. فكده عايز اضمن انه الفي بولس هتبقى اكبر من 2 VCC over 3، فكده ال VP minimum equals 2 VCC over 3. تمام، ده كده ال minimum input triggering pulse. بعد كده ال condition on the pulse width for proper operation of the circuit. فايه ال condition بتاعت ال pulse width؟ زي ما كنت بقول ان انا عشان ال SR latch ده يشتغل صح لازم اضمن ان انا عمر ما هيبقى في عندي inputs 1 1 في نفس الوقت، او يعني عمر ما هيبقى عندي input 1 على R و 1 على S في نفس الوقت. فالكلام ده هيحصل ازاي؟ لازم اضمن ان انا ال pulse width بتاع ال step او بتاع ال pulse دي هتبقى اصغر من ال period دي او ال pulse width ده، عشان لو كنا لو كانت دي اكبر كنت كده هلاقي ان انا ال output بتاع ال comparator ده still عليه 1، وكان بالاوبريشن اللي بتحصل هنا كنت هلاقي ان ده بقى خارج عليه 1 هو كمان. فلازم لو هنسمي دي تي تي تريجر هنسميها تي تي ار، ودي هنسميها تي بتاعتنا الكابيتال تي اللي احنا عايزينها عادي. فلازم اضمن انه تي تكون اكبر من تي تي ار. اوكي، دي ال condition on the pulse width بتاع ال triggering pulse for proper operation of the circuit. اوكي، بعد كده عايز ال pulse width بقى نفسه بتاع ال output circuit بتاعي. فال pulse width هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن الوقت اللي خده الكاباستر ان هو يشحن من 0 لحد 2 VCC over 3. اوكي، فبرضو بإيكويشن الكاباستر V of T equals V final minus V final minus V initial في e power negative T over tau، والتاو هنا equals ال R في ال C. أني R و C؟ ال R و ال C اللي هما دول. اوكي، تمام. ال V final اللي كان عايز يوصله الكاباستر هو ال VCC. اوكي، فالكلام ده هيبقى equals VCC minus VCC minus ال V initial اللي هو ال 0. اوكي، minus 0 في e power negative t over tau، او negative بقى capital t over tau. فلما هوصل عند ال capital t هيبقى الكاباستر وصل ان هو شحن ل 2 VCC over 3.
فيبقى الكلام ده equals to VCC over 3. تمام. حلو. ف نودي ده هنا ونودي ده هنا، هيبقى عندي كده هيبقى عندي كده VCC في e power negative capital T over tau equals لما نودي دي هنا هتبقى VCC over 3. تمام. ونقسم على VCC فيبقى عندي الكلام ده equals 1 over 3. بعد كده negative T over tau equals ln 1 over 3. فالكابيتال T هتبقى equals tau ln 3. تمام كده. ف دي كده البول، ده كده البولس ويدث بتاع ال السيركت. اوكي. اخر حاجة بيقول المينيم ديوريشن بتوين تريجرينج بولسز، زي السؤال اللي فات. فزي السؤال اللي فات احنا قلنا المينيم ديوريشن لازم اضمن ان هو يبقى قعد الكابيتال تي دي بلس الحتة الصغيرة دي اللي هياخدها عشان يوصل للستادي ستيت بالنسبة لأي نود في السيركت. حلو. ف احنا لو كنا بنتكلم ايديلي، او خلينا نكتب الاول الجنرال رول انه المينيم ديوريشن، نكتب مثلا تي اكس من مثلا ايكوالز ايه كابيتال تي بلس 5 تاو بتاعت التفريغه دي، وهنا التاو هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الار سويتش ده مضروب في الكاباسيتنس ده. اوكي. فالتاو دي نشيلها نحط مكانها ار سويتش مضروب في السي. لو كنا قلنا ان السويتش ده ايديال فعلا و الريزيستنس بتاعه بزيرو، فكده هيبقى الكاباستر بيدسشارج في نو تايم، يعني كان هيبقى بيدسشارج كده على طول. اوكي. فكان هيبقى كده هحتاج ان انا استنى بس مجرد البيريد بتاعتي او البولس ويدث بتاعي. اوكي. فبس ده كده بالنسبه لسؤال رقم 4. اخر سؤال ده يعني يعتبر ميكس ما بين السؤال اللي قبله بس شغال باي ستيبل بدل ما هو مونو ستيبل. ف ده مش هحله بقى، بس يعني عندكم الحل بتاعه شوفوه، لو حد عنده سؤال يسألني في الاوفيس اورز. تمام.